لي تقرير رفيع عمره اللي كان معتبره أخوه. كنت تعرفوا مين هو هذا الحقير؟ وسام طلع خليهم يشوفوك. طلع يا شباب. وسام هذا هو القاتل، هذا هو اللي قتل رفيقه، هذا هو اللي متخبي بين كل عيلة وكل بيت، بيناتنا كلياتنا موجود. طلع يا واطي ولك إذا القانون بيحميك. من وين بدك تهرب؟ من الله؟ رح تهرب من الله يا حقير. تعرفنا لحالك، طلع ورجيهم حالك يا جبان. هذا هو كتيب التقارير. ليش كتب تقرير برفيق عمره؟ ليش حرق قلب أم رفيق عمره عليه؟ شو استفدت؟ شو؟ ركضت عليك كم حقير؟ حقير كلب كتبت تقرير عليك.